اليوم وفي هذه الحلقة خصصناها النجمة، نجمة كبيرة تتعلق في سماء الفن السينمائي والفن المسرحي والفن التلفزيوني، فنانة جميلة الشكل، لطيفة، أخبار يعني حتى أخلاقها طيبة. عرفتها هذه يومين، وبصراحة من خلال هذه يومين اكتشفنا أنها فعلا فنانة بقيمتها وعندها إمكانيات وقدرات عالية. هذه المناسبة جاءت أنها فازت بجائزة أحسن ممثلة لسنة 1998، الفنانة العربية النجمة المتألقة إلهام شاهين. إلهام شاهين. مرحبا بك وبكل الجمهور، وانا بشكرك على الترحيب الكبير ده. ميرسي جدا جدا، انا سعيده قوي ان انا معاكم. احنا اللي تنشكرك لانك رغم اشغالك الكثيره جيتي عندنا المغرب وانت ضيفتنا، ونتمنى من الله انك يعني نكونوا ولو جزء بسيط من هالتعب اللي جبناك من مصر لهنايا باش تحضري معنا لهذا البرنامج اللي هو علاش لا. والله ما فيش اي تعب، بالعكس انا سعيده جدا جدا. ومصر والمغرب طول عمرهم بلدين اشقاء، وطبعا احنا كشعب مصري والشعب المغربي الحبيب ايضا اشقاء، ويعني رغم بعد المسافات بس احنا بنحس ان احنا قريبين من بعض جدا. طبعا. ومؤخرا من خلال يعني الاكتشافات ديالي انا مؤخرا، ان عدد كبير من من من, من المصريين لقوا ان اصولهم من المغرب. فمؤخرا تعرفنا على الاستاذ محسن زايد اللي هو مخرج مصري كبير، ان سيناريست ايضا او سيناريست ايضا جداً. فهو عرفنا انه من جدوده من المغرب، عرف هذا مؤخرا. ما يكون زعما جدودك حتى انت من المغرب؟ ممكن. ممكن جدا. هي عندها جمال المغرب، كيف جمال المغرب؟ شوفوا جمال المغرب. جمال المغرب. السيدة إلهام مرحبا بك، وباسم جميع المغاربة نرحب بك، وقلوبنا كله مفتوحين لك، وحنا سعداء جدا بحضورك، وكنهنيوك على الجائزة ديال أحسن ممثل لسنة 1998، وأنا فرحان أنني نكون الآن بجنب أحسن ممثل لسنة 1998. كنظن يعني أول شيء أنا بقول إنه المغرب هي اللي وشها حلو عليا، لأنه أنا عرفت الخبر إمبارح، يعني بعد ما وصلت المطار. أنا وصلت إمبارح الصبح بعد الظهر جالي التليفون، أخذوا تليفوني هنا في المغرب قناة الـ ARTي، أخذوها من ماما في البيت وطلبوني وبلغوني بالخبر، فقلت المغرب هي وشها حلو عليا، يعني فال حلو. تيقي بيا أن كل مرة غتجي تاخذي جائزة. أشياء عظيمة جدا. لا يكلموني وأنا اتصلوا بي قناة الـ ARTي، كلموني على الهواء، يعني كنت معهم مباشرة على التلفزيون، وقلت لهم أنتوا دلوقتي بتكلموني أنا في المغرب جاي عشان أسجل برنامج، سألوني مبسوطة في المغرب، قلت لهم مبسوطة جدا. وإحنا حتى إحنا يا سعداء بلقياك وسعداء، وما يمكنش الواحد يشوف هذه الوجه هذا وهذه الابتسامة دي وما يكون سعيد. أولا لا.
البرنامج كوميدي علاش لا؟ هو يعني بالمصرية تقولوا انتم ليه لا؟ حنا تنقولوا علاش لا؟ خاص بغيت نسولك واحد السؤال، علاش لا؟ علاش لا اننا ما تكونش عندنا نجمه كبيره بحالك تكون معنا في هذا البرنامج وتكون عندنا كضيفه شرف في هذا البرنامج؟ لان الحلقه كلها خصنا الالهام شاهين لان فازت بهذه الجائزه هذه، وبنفس الوقت لان كاين جمهور عريض جدا تحب الفنانه الهام شاهين، وهذا ماشي انا اللي قلته، ان الناس اللي قالوه. انا الحقيقه فعلا يعني بيجي لي دائما خطابات من كل العالم العربي لما بيكون يعرض مسلسل او فيلم في التلفزيون. يمكن اكثر بلد بيجي لي منها خطابات فعلا من المغرب. بيجي لي عدد كبير جدا من الخطابات، فعشان كده بقول لك انا بحس ان انا قريبه منهم جدا، ان هم شايفين اعمال دايما يبعتوا لي رسائل واسمع نقد، يعني اقرا نقد وتعليقات على الاعمال، فبكون سعيده جدا. لا الجمهور المغربي تبارك الله عليه بعد ديما تسالوا وانت حتى في نفس الوقت تتفرجي علينا، بعد احيانا تكون تتفرجي ديك ادوار، بعض الادوار الدراميه تنبكي وشويه تنحس براسنا لكن اليوم في هذا البرنامج غنضحكوا. برنامج كوميدي، وبغيناك تحكي لنا بعض الطرائف اللي وقعوا لك اللي ممكن نضحكوا منهم جميع الحوايج، لان الان وحنا جالسين احنا في بيت كل مغربي سواء داخل الوطن او خارج الوطن، وبيت كل عربي، لان القناه الاولى فهي يعني كيتفرجوا على جميع الدول، خصوصا الان اصبحت بالسافله مفتوحه على العالم كله. طبعا فدائيا فماذا بينا نعرفوا من مدام الهام بعد الحوايج اللي ما عارفينهاش، يعني ولتكون يكون فيها شويه مواقف كوميديه. هي مش حاجات تضحك قوي قد ما يعني في ناس كتير بيفتكروا انه المهنه بتاعتنا سهله ما فيهاش مخاطر. سوليني. كتير يعني. ففي اشياء انا تعرضت لها لانه دايما مجسفه، يعني في شيء انا ما اعرفوش بس اقول لا انا ممكن اعمله، فطبعا اتعرض لمواقف يعني مش بتضحك قد ما هي طبعا خطيره. فانا تعرضت لاشياء كثيره جدا في اعمال فنيه، يعني مره في مسلسل قديم قوي اسمه اديب مع الفنان نور الشريف، كان من اخراج يحيى العالمي، في مشهد المفروض ان انا اولع النار في نفسي بتنتحر فبتولع النار في روحها، فالمفروض يجيبوا دوبلير، انا قلت لا انا عايزه اعمل مشهد بنفسي عشان يكون طبيعي. فحصل شيء غلط انه المفروض بلبس تحت اللبس، انا لابسه لبس فلاحي كده طويل، تحتيه لبس تاني من قماش ما يمسكش فيه النار. واخدوا مني الجلابيه وفي طرحه فلاحي، الطرحه لازم يحطوا فيها ميه والجلابيه بس في الديل جاز بنزين او جاز. فقاموا حطوا في الطرحه، عملوا غلطه يعني، اللي اخذ مني الهدوم جابها، انا شم ريحه الجاز بس مش متخيله فاهمه انه ده في ديل الجلابيه. فاول في سرير في الاوضه وانا بخش بيخبطوا عليا افتحي، لا انا بنتحر بولع في روحي. قدامي على السرير في بطانيه اللي هو الكفر بتاع السرير، والمخرج قال هيكسروا الباب ويخشوا يشيلوا البطانيه ويدفوا النار عليها. انا اول ما مسكت النار في ديل الجلابيه لقيتها في شعري في راسي بسرعه، فبسرعه اخذت البطانيه عشان احمي وشي، والرجاله يشدوا، خمس رجاله اقوياء. صحيح الواحد لما بيتحط فعلا في موقف خطر بيجيله قوه، يعني انا ايدي بالنسبه لهم حاجه ضعيفه جدا، خمس رجاله اشداء اقوياء جدا بيشدوا من ايدي البطانيه شايفيني بتحرق ومش عايزين يعملوا ستوب انه خلاص بعد المجهود ده حرام يضيع المشهد، ولا يمكن عرفوا ياخدوها مني ابدا. لا يمكن في الاخر. يعني واحد منهم فكر انه حط ايده في النار، النار خلاص مسكت في شعري وشد الطرحه اللي على شعري بشعري نفسه طلع معاه، فهو اللي ايده اتحرقت حرام، ده نقلوه على المستشفى. وكنت خلاص بقى انا انهرت وطفوا النار، بس طبعا شعري كله اتحرق فحلقت ولد خالص. هذه القضيه ديال تفضل. يعني ده بس موقف واحد، مره ده اتحرقت ممكن اتحرق، ومره تانية قالوا لي بتركبي خيل، انا مش بركب خيل بس انا هي كتطلع الفضول كويس حتى تنقول فضوليه يعني ديما. ففيلم تاني اسمه خادمه ولكن، ومع المخرج علي عبد الخالق، ومعايا مصطفى فهمي. مصطفى فهمي فارس بيركب خيل مظبوط. قلت له ايه يعني هركب على الحصان هعمل كده هيجري مش مشكله. بعدين احنا على جبل شرم الشيخ فوق جبل، الحصان يركب مصطفى الحصان هادي، اركب انا بيحس بالخوف يبتدي ينط
يرفعني عشان يوقعني. قلت ابدا، مسكت فيه قلت لهم يلا صوروا الشط، وطبعا في وسط الشط طيرني من فوق الجبل. يمكن قعدت اتعالج فيها يمكن 9 شهور، لانه الحمد لله ما حصلش كسر، بس كدمه جامده جدا في كل جسمي، يعني عملت الوان كتير، اسود وموف وازرق. قعدت تاخد كل الالوان. انا تبانيا ان الهام شاهين تتحاول على المنتج انه ما ياخذش دوبلير، فمسكينه ما كتكلمش بزاف. فانا واخدك الفيلم ديالي الثاني. طبعا عندنا فيكم، حنا عندنا خيل وحمير واري ما عندك فيكم. انا هذه القضيه ديال البطانيه اللي قلتي قبيله انهم تجروا لك، انا عندي مراتي عندها مشكل معايا ملي كنكون ناعس، واخا يجيو 10 ما يقدروش يجروا البطانيه. وعلى هذه الفكره هذه ديال ان بعد في البرد عندكم برد قوي. لا بعد إيه البرد اليومين دول، غير هاد اليومين راح نعرفتي شحال وحنا تنديروا في صلاه الاستسقاء باش تنزل الشتاء. ولا احنا وصلنا جات المطر عمرك زرتي الحمام المغربي؟ عرفتي ان الحمام المغربي حمام خاص. انا غنعاود لك على نعاود لك نكته على مصريه، هذه صديقه ديالنا جات للحمام المغربي، فدخلت صديقه مصريه، صديقه لينا احنا مصريه كانت تسكن هنا في المغرب. اول ما جات انها جات للحمام المغربي، فدخلت الحمام المغربي يعني نعاودها بالدارجه باش تقدروا. فمني دخلت ما فهمت والو، بنت ثلاث بكره واحد بكره تخرج شويه ومدوره بها واحد ثلاثه القباب ولا ما عرفتش سته، ومدوره بها الدراري كتحك لهم. هو المصري فرحات قالت لها ممكن يعني تخرجي لي الاسباك تتخرج؟ لا قالت لها ويلي انتم كلامكم زين تبانوا في التلفزيون، مرحبا كبيتي تعالي قدامي. قالت للدراري اش. فالمصريه فرحات وعجبها الحال، فقالت المغربيه ممكن تيجي عندنا البيت ونتعرف على بعضنا ونكون زملاء واصدقاء يعني. قالت لها حبيبه تندير ان شاء الله وندوز. قالت لها احنا ديما تندير وندوز، ما عرفتش غندير. المهم كتسول شي مغربي تقول تقول غندير وندوز، اش غندير؟ فمشات عندها للدار، المصريه ما كايناش كاينه بنتها، فجات من بعد اسبوع دقات. فانتم ما تقولوش بحالنا شكون، كتقولوا مين لو شي حد دق في الباب. فمن دقات البنت المصريه قالت لها مين؟ ايوا المغربي عندنا ما عرفت باش تجاوب. قالت لها ويلي على مين؟ يا اللي حكت لامك في الحمام نهار الاثنين. إلهام شاهين شفناك في عدة أدوار مختلفة وحبيناك من خلالهم، ومتألقة كيف قالت الأخت، متألقة الحمد لله. ف مدى بنا بغينا نعرفوا واش إلهام شاهين صاحبة نكتة، لأن المصريين كلهم أصحاب نكت. ليه ده صعب جدا، أنا أعرف عيطكم بس ده صعب. لا ده من أصعب. عندك جوج الحوايج، إما نكتة إما تغني لنا شي حاجة. يا خبر. لا والله صعب. معلش نسامحوها ياك. سامحوني معلش. شكرا للفنانه ديالنا والنجمه المتالقه، واكرر هذا، وهنيئا لكم بهذه الجائزه، هنيئا للعرب كلهم، هنيئا لجميع العشاق ديال الهام شاهين، وكنشكروا على الحضور ديالها. شكرا لك سيدتي، ونتمنى الله اننا نشوفك مره اخرى، وتنشكرك جزيل الشكر باسم جميع المغاربه، تنهنيك مره اخرى. شكرا لالهام شاهين، والى اللقاء في الحلقه القادمه ان شاء الله. انتظرونا كل يوم أربعاء والسبت مع أول توك شو مغربي بعنوان علاش لا، اللي غادي تكون فيه مفاجآت كثيرة مع ألمع نجوم الفن العربي، من تقديم الفنان سعيد ناصري.